الراجل بيعتمد ثقافة الصياد، ثقافة الصياد هو الانتباه والتركيز إلى أن تقع الفريسة، هنا مش هنا بالمعنى الفريسة، بس أن تقع الفريسة في شباكه، طول الوقت بيبقى مركز، أول ما بتقع بيروح انتباهه لحاجة تانية، شغل، ست، أصحاب، المهم بيروح انتباهه. فدايما أنا بنصح الستات مهما كنت بتحب الراجل ما تقدميلوش كل مشاعرك دفعة واحدة، لو بتموتي فيه وعايزة تقولي له تتصلي بيه وتقولي له بحبك 10 مرات في اليوم، قولي له مرة واحدة. ايه ده وبصي في بجد؟ المرايه قولي نفسك بحبه بحبه. فعلا احنا رجاله بنفقد الاهتمام بس خليني بالشغف. اقولك ان الست بطبعها معطاء، يعني الست ايوه، بطبعها ام وبطبعها انا اخت، مش بقول لها ما تعطيش، صح. فعندها مشاعر عايزه تطلعها وتديها للي قدامها. يبقى معنى كده ان احنا يبقى في نوع من انواع التمثيل، لا ان انا مش امثل تمثيل، بقى. لا في اصل حاجه، انا معترضه على لا الموضوع زي ده. عربيه، اقول لحضرتك زي انت ماشيه في طريق، في حاجه اسمها تنظيم المرور، انا هنا في قانون انا مسميه تنظيم المرور العاطفي، يعني انا ما ينفعش في نفس الوقت كل العربيات تمشي في اتجاه، في نفس الاتجاه كلها، اكيد هيحصل حاله ترافيك كده، الدنيا بالظبط. هتقع، صح. هي كده العواطف ما ينفعش تسد الشرايين، انت عارفه، اذا عارفه فكره الدم ما بيندفع بقوه في مكان بيتم فبيتللط، ضخه. عارفه، ما تعملش جلطه عاطفيه، ما تخليش الدم يقف، لا، وما توصلوش بقوه وما توقفوش تماما. على فكره الحكايه دي فكره، اذا دايما الراجل في جزء ما في العلاقه حاسس انه بشكل او باخر لسه بيمتلكه، هو بيبذل مزيد من الجهد، صدقوني الجزء ده على فكره فيه فن شويه، فيه فن ومهم، وصدقيني اذا حصلت، انا كراجل بتعامل بمبدا مقايضه، اذا انا كنت مثلا مهندس وهعمل ديكور للمكان ده وخلاص وخدت فلوسي مقدما كامله، هاجي مرة واتنين وهاجي بعد كده هغلب الناس ومش هاجي، هو ده على فكرة مش منطق، مش سيء، هو طبيعتي أنا كراجل بفكر بفكرة المقايضة، أنا كراجل لو ما خدتش مرتبي آخر الشهر مش هروح عادي، إنما الستات ممكن تعمل حاجات عطاء زي ما حضرتك بتقولي، تعمل حاجات خيرية، تروح مش عارف ملاجئ، جزء من والست طبيعتكم. دايما بشوف هي اللي دايما بتبذل مجهود كبير جدا 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 علشان انها تكمل العلاقه دي. يعني مثلا هي ده، انا شفت ده قدام حقيقي ناس طبعا، كتير صح، جدا، ده صح جدا، اتنين مرتبطين وهو اللي كان في الاول بيسعى وبيحاول وهي مش في دماغها، لغايه لما ارتبطوا واتخطبوا وبعد كده هو بقى الموضوع مش في دماغه، هي بقت تسعى تشوف ايه اللي بيحبه، تتقرب لاهله، لاولاده، يعني بتحاول انها تدخل جوه حياته. ده غلط جدا، امال تعمل ايه بقى؟ ده غلط. العلاقة لو مستمرة عشان انت بس مثبت فيها، انهيها فورا. بمعنى ايه مش انهيها؟ بمعنى لو اذا علاقة لاحظت ان هي بس مستمرة عشان انت بتحاول تخليها تكمل، فاذا رفعت ايدك من العلاقة دي، العلاقة توقفت تماما، اعرف ان في حاجة غلط. واعرف، ودايما انا اقول ابتعد قليلا ومن يفتقدك سيجدك. بجد دي حاجة مهمة، يعني ما تبقاش متأكد ان العلاقة مستمرة عشان انت اللي عندك الرغبة دي بس. طول ما انت ماشي في الاتجاه ده، طول ما الشخص التاني هيتراجع، خلينا نتفق ان في شراكه دايما بين الحبيبين او الزوجين او المخطوبين، اذا شخص توقف على العطاء التاني بيقول اللي هو دايما الست، هكمل هكمل، هتفضل ماشيه في اتجاه وهو هو هيفضل واقف. محلك سر. ودي على فكره ليه الراجل بيتحول لناطع من وجهه نظري؟ لانه الست بتدي له الفرصه انه ما يقومش بادواره، معلش يعني، اما هي تعمل كل حاجه، لو هو ما وداش مثلا وقت تمرين هي توديه، لو هو ما عملش المشوار ده، لو هو ما جابش الكهرباء يعمل البتاع هي تعمل ده، طب ما هو طبيعي بعد شويه، ده طبيعه ارمي بقى انسانيه، الحمل عليه. خلاص طبعا انا ويبقى يعني حقه مكتسب كمان. انا بشكرك يا وليد، ده والله العفو. يعني